الآن في هذا الموضوع سنتطرق إلى تقنيات تحسين أو تشويه الصورة بواسطة الفلاتر. بعض الأحيان نحتاج إلى تحسين الصورة من خلال إزالة بعض التشوهات أو وضع تشوهات لحماية بعض النصوص أو الصور. لذلك أطلقنا عليه تحسين أو تشويه الصور بواسطة الفلاتر. برنامج الماتلاب يوفر لنا مجموعة دوال جاهزة مباشرة، بإمكاننا الاستغناء عن الكود البرمجي من خلال هذه الأوامر. الأمر الأول اللي هو الأفرج، الأفرج اللي هو المتوسط الحسابي، المتوسط الحسابي. بإمكانك استعمال هذا الأمر أو هذا الكود كما موضح الكود أمامك، مع إعطاء ارتفاع للأفريج التي نحتاجها. نطبق المثال عملي لكي توضح الصورة أكثر. سوف نقرأ الصورة التالية، بعد ذلك نعمل على كتابة الأفرج، بعد ذلك نؤثر الفلتر. هذا هو الفلتر، هذه هو الصورة، هذه الصورة، هذا الفلتر، هذه الـ image to average. نطبقها بالشكل التالي لكي نختصر الوقت. عملنا على كود برمجي واحد يجمع كل الفلاتر التي سوف ندرسها، إذن سنتطرق لها سوية في البداية. نذكر منها ديسك. الديسك كما موضح في الكود البرمجي، بإمكانك وضع radius معين 10 أو 20 إلى آخره من الأرقام اللي أنت تحتاجها. بعد ذلك جاوسن، أيضا بإمكانك كتابة متغيرين اللي هو high size والsignal. أما في فلتر لابلاس بإمكانك إضافة الألفا. في الفلتر اللوغاريثم بإمكانك استعمال هذا الكود. أيضا بالموشن والبري ويت وكذلك السوبر. بالمناسبة كل فاكشن من هذه الفاكشنات تحتاج إلى درس أو دروس لفهم هذا الفاكشن، لكن بصورة مختصرة نشرح الأساسيات لهذا الفاكشن وكيفية استخدامها. يبقى عليك ماذا تحتاج؟ ماذا تريد؟ أي فاكشن بإمكانك استخدامها؟ تذهب وتدرسها بشكل مفصل لكي يتم شرحها في البحث أو الرسالة التي تريد أن تكتبها. إذن كل الفاكشنات جمعناها في كود واحد، رقم واحد، هذا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. لكي نتمكن من عرض 9 صور في فيجر واحد جمعناها بهذه الصور. الآن هذه هي
المؤثرات والتشويه والتحسين بالنسبة للصور. هذا هو الأفريج، هذا هو الديسك، إلى آخره، جاوسين، إيموشن، رامباس، إلى آخره من المؤثرات، وما هي التأثير على الصورة المعينة. هذه الصورة خاصة بي. لو لديك أي داتا سيت بإمكانك إنجاز هذا الكود ورؤية ماذا يحدث عندك.